إصابة 3 أشخاص بينهم الناشط الإعلامي أبو تيم الحلبي ودمار سيارة إسعاف جراء قصف جوي بالبراميل المتفجرة على حي الهلك بحلب. استشهاد 3 شبان من عائلة عترو جراء قصف مدفعي للنظام على بلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي. الدفاع المدني السوري يؤكد في بيان له أنه في حالة اكتفاء ذاتي وأنه لم يقبل أو يطلق أي حملة لجمع تبرعات عينية أو نقدية. استمرار الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التضامنية مع مدينة حلب المنكوبة ضمن حملة حلب تحترق في العديد من المدن السورية ودول عربية وأجنبية. الثوار يعلنون أسرى عنصرين لتنظيم الدولة ومقتل العديد منهم خلال معارك كر وفر في القرى المحيطة بدوديان في الريف الشمالي لحلب. كيري يعلن عن اتفاق مع وزير الخارجية السعودي على عودة الهيئة العليا للتفاوض إلى المفاوضات بعد وقف إطلاق النار. روسيا تمدد الهدنة في ريف دمشق إلى يومين وتعلن استمرار المفاوضات بشأن حلب.